حصل ما حصل واحتلت ديارنا وبلادنا وصحراؤنا وهضباتنا ولم نستفد من الدرس، ولم نستفد من الدرس، بل قست قلوبنا وساءت أحوالنا واجتهد أعداؤنا في القضاء على البقية الباقية فينا، ولم يجدوا سلاحا، ولم يجدوا سلاحا أفتك فينا من الكأس والغانية، وسلطوا علينا عباد الدرهم والدينار من أصحاب الشاشات والقنوات. ووالله ما تتناقله وسائل إعلامنا من موسيقى وألحان ودعوة إلى الخنا والفجور لأكبر شهادة على وقاحة هذا الإعلام وخيانته، وأنه أكبر عميل للأعداء. وها هي ثمرات التربية الإعلامية الخائنة تظهر لنا في كل مكان. لقد ربوا لنا أجيالا لا نعرف من إسلامها إلا الأسماء، أما الأشكال والهيئات فلقد قلدوا وتشبهوا بالكفار. ربوا لنا أجيالا هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات. ربوا لنا أجيالا بدلت الخنادق بالمراقص، وبدلوا البنادق بكؤوس الخمر المترعة. ربوا لنا أجيالا تعيش على اللمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة، وما أكاديمي ستار إلا ثمرة من ثمرات جيل الموسيقى والألحان. فماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون من جيل الموسيقى والألحان وجيل أكاديمي ستار؟ هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى، أو يسترد الجولان، أو أن يطرد الغزاة من العراق؟ كلا، هؤلاء سيكونون قنوات لعبور العدو، وألعوبة في يده، وعبيد يشتاقون لمن يمسك بخطابهم. لن ينصروا قضية، ولن يطلبوا حقا، ولن يمنعوا دياثة، ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة. أمثال هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام، وسيرقصون معهم على الأوتار والألحان، بل سيتبادلون معهم الكؤوس وسيلعبون معهم القمار. نعم، هناك منافقون وعملاء ومنبطحون ومطبلون، لكن لم نكن نظن أن لهم مشجعون بالملايين ومتابعون لا يحصي عددهم إلا الله. يا الله، وصلت مجتمعاتنا إلى درجة من الدياثة حتى تعرض القبل والرقصات والضم واللم، بل أكثر من ذلك، على مرأى ومسمع من العالم وعلى الهواء مباشرة. يا الله، أين مبادئنا؟ وهل حقيقة نعي وندرك ما يجري حولنا؟ إذا مات الإسلام في قلوبنا، فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنف الرجال؟ ألا وأسفا على الدين، وأسفا على الرجولة، أقسم بالله العظيم أن مجتمعا يتربى على مثل هذا فلا خير فيه، ولا يستحق البقاء، ولا يرجى منه يوما أن يغار أو يفدع للإسلام. وبذلك يكون اليهود وعباد الصلبان وعملاؤهم قد نجحوا في تغريب مجتمعاتنا وسلخها من هويتها، فلا دين ولا عزة ولا حتى أدنى كرامة. إنهم يمزقون الفضيلة، إنهم يمزقون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف، عروض يومية مسموعة ومرئية، ومشاهد حقيرة وساقطة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا، لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط. ومع التكرار والاستمرار تصبح الرذيلة أمرا طبيعيا في حياتنا، وتصبح الفضيلة في حياتنا تخلفا، ويصبح الحياء عقدا نفسية، ويصبح العفاف والطهر والستر رجعية وغباء. ولا زلنا نقدم لهم التنازلات علهم يرضون عنا، فهل سيرضون؟ أنا أقول لكم، متى سيرضون؟
لن يرضوا حتى تدخل الفاحشة والرذيلة كل بيت، ولن يرضوا حتى يرتكب الزنا في الطرقات والحدائق بل وعند أسوار المساجد. والله لن يرضوا حتى يقول الأب لابنته لا تتأخري مع أصحابك وانتبهي لا تجلبي لنا ذو الوعار. تدرون متى سيرضون؟ سيرضون إذا تحول المسلمون جميعا إلى يهود ونصارى وكفار. وما أظنهم سيرضون، وما أظنهم سيرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. عباد الله، احتلت المعازف أكثر بيوت المسلمين حتى صارت من الضروريات عند الكثير منهم، حتى عند النوم بدل أن ننام على ذكر وقرآن ننام على موسيقى هادئة وألحان. فتن بها الرجال والشباب والنساء والأطفال، فكانت النتيجة قلة الغيرة، شغلت الأوقات بغير مرضاة الله، ضعف الإيمان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن أعظم آثارها عدم التأثر بالقرآن، عدم التأثر بالقرآن. قال ابن القيم: إن حب قرآني وحب ألحاني في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان، ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقيده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. انظر حولك لترى عجب العجاب، كم رأينا رؤوسا تهتز على أصوات المزامير، كم رأينا أجسادا تهتز على نغمات الألحان. الرجال يتمايلون، نلوم النساء إن تمايلنا، فكيف إذا تمايل الرجال؟ ثم تقرأ عليهم آيات القرآن: وعد ووعيد وجنة ونار، قليل هم الذين يتأثرون. عباد الله، ماذا تعني لنا كلمة حرام؟ لماذا لا نقف عندها؟ ولماذا لا نتدبر فيها؟ من الذي أحل الحلال؟ ومن الذي حرم الحرام؟ أليس هو الله؟ فإليك الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء. قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. سئل ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالقرآن، فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. قالها ابن مسعود أكثر الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعالم من علماء القرآن. قال عبد الله بن عمر: هو والله الغناء. وكذا قال الحسن البصري وغيره من العلماء. قال الله أيضا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية، اسمدي لنا يعني غني لنا. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. أيضا قال الله للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. ومجاهد هذا عالم من علماء القرآن والتفسير. أما من قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، اسمع، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. تأملت في قوله يستحلون، يعني أنها حرام فيجعلونها حلالا اتباعا للأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان فأجران أنهى عنهما، صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح.
ورنة عند مصيبتي لطم خدود وشق جيوب، وفي لفظ آخر صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. فماذا بعد كلام الله ورسوله؟ فماذا بعد كلام الله ورسوله؟ رأى شيخ الإسلام شيخا كبيرا وحوله صبيان يعزفون ويرقصون، فقال: يا أيها الشيخ، إن كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ إن كان هذا طريق الجنة فأين طريق النار؟ فهل من توبة عباد الله؟ فهل من توبة عباد الله قبل فوات الأوان؟ اسمع واعتبر قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فما بالنا تقرأ على كثير من الآيات فلا هم يتوبون ولا هم يتذكرون. روى لي أحد الثقات قائلا: شهدت حادثا شنيعا في يوم من الأيام القريبة الماضية، سيارة مسرعة ارتطمت بعد تقلبها بشجرة من الشجرات، فاجتمع الناس من حول السيارة المنكوبة وكنت معهم، يعني صاحبي، وفي السيارة كان شاب لعله في آخر اللحظات من العمر ولعله مع الموت في سكرات. كل من اقترب من السيارة وشاهد المنظر تأثر، والذي زاد الأثر والتأثر صوت الموسيقى، صوت الموسيقى المنبعث بقوة من مسجل السيارة. حاول البعض إسكاته وإطفاءه ولكنهم لم يستطيعوا. يقول: حتى قمت أنا بكسره بحجر وتم إسكاته. ثم أخذنا نردد على الشاب وهو في ساعة احتضاره: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقولها، أبى أن يقولها. حاولنا معه مرات ومرات ولكنه لم يستجب لنا، حتى فاضت روحه وتوقف قلبه وسكتت أنفاسه. وفي تلك اللحظة الحرجة، ساعة خروج الروح، في تلك اللحظة الحرجة انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه، انطلق صوت نفس الأغنية التي كانت في مسجل السيارة من جواله الذي كان في جيبه. فأخذ الناس حول السيارة يبكون ويرددون: إنا لله وإنا إليه راجعون. خانتهم الأغاني، غرتهم الأماني، وضحك عليهم الشيطان. شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله، شبابنا يموتون على المعازف والألحان. وصدق الرحمن حين قال للشيطان: واستفزد من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فاتقوا الله يا أمة لا إله إلا الله، اتقوا الله يا أمة القرآن، اتقوا الله يا أمة سورة الحديد وسورة القتال وسورة الأنفال. يا أيها الله على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. عباد الله، أتريدون نصرا من الله؟ أتريدون عزة وتمكينا؟ أتريدون أن تربوا أبناءكم على الرجولة؟ أتريدون بنات طاهرات عفيفات؟ تريدون؟ استجيبوا لرب الأرض والسماوات الذي قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.